3 2 1 اكشن. السلام عليكم، انا محمد غنايم. سلسله انظر بتمعن هي عباره عن سلسله احببت ان اسميها بهذا الاسم لاننا سنطرح فيها مواضيع ونناقش فيها افكار تستحق ان ينظر لها بتمعن، لانه يوجد خلف هذه الافكار والمواضيع معنى عميق يريد ان نصل اليه ونرسخ هذا المعنى لدينا. انظر بتمعن لهذا اليوم هي عبارة عن قصة حدثت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان رجلا داخلا إلى مجلس والرسول صلى الله عليه وسلم خارجا منه، فقالت قريش لذلك الرجل: مع من كنت واقفا؟ فقال: كنت واقفا مع الأبتر، ويقصد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. والأبتر باللغة تعني مقطوع الذكر، أي الذي قطع ذكره بعد موته. أي يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد عنده أولاد ليحملوا اسمه. فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الكوثر، فقال بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن شانئك هو الأبتر، أي أن عدوك يا محمد هو الأبتر مقطوع الذكر. الآن انظر بتمعن. الرجل الذي قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالأبتر يسمى العاص بن صهيب. هل سمعت بهذا الاسم من قبل؟ هل يذكر هذا الرجل؟ هذا الرجل انمحى وانقطع من الوجود ومن التاريخ، ولو بحثت عنه في كتب التاريخ لن تجد له أي معلومات، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكثر رجل يذكر في الوجود، فهو يذكر في اليوم 5 مرات في الأذان في كل بلاد العالم، في كل مدن العالم، في كل مساجد العالم، وأنت كشخص تذكره على الأقل في اليوم 5 مرات في التشهد. أنا حبيت أعمل إحصائية بسيطة وأشوف عدد مرات ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم. عندك 3.5 مليون مسجد حول العالم، نضرب في 5 عدد مرات الأذان في 5 عدد مرات الإقامة، بيطلع عندك ما يقارب 90 مليون ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم فقط من المساجد في اليوم الواحد. وعندك 1.6 مليار مسلم حول العالم في 5، بيطلع عندك 8 مليار مرة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر في اليوم، وهذا رقم تقريبي، 8.09 مليار مرة. عدد خيالي جدا. هذا الرقم لو جيت تكتبه على ورقة 1 2 3 4 بدك تقريبا 200 سنة تتخلصه، وهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فقط في اليوم الواحد، وهذا رقم يعني معياري. لا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أكثر من هذا بكثير، ولكن نحن أخذنا أقل قيمة. لذلك فالفكرة من الموضوع أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن عباده الصالحين، فدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويدافع عنك أنت أيضا. فتفكر الآن كم من مصيبة كنت تستقع فيها لولا أن لطف الله فيك. لذلك شعار كن مع الله ولا تبالي يستحق أن تجعله شعارك في الحياة، ويستحق أن تكتبه على أحد جدران غرفتك. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب به. ومعلومة صغيرة أحبابي وأصدقائي، إذا أردتم دعمنا ونشر القناة لأكبر عدد من المشاهدين لتصل الأفكار والمواضيع التي نناقشها إليهم، هذا هو هاشتاج القناة. ولا تنسى متابعتي على الإنستغرام والفيسبوك، لأنني أكون بحاجة ماسة لرأيك في المواضيع قبل طرحها، فأقوم بعمل استبيانات حول عناوين أو مواضيع معينة، فرأيك مهم جدا بالنسبة لي. ودمتم في أمان الله. دخلنا المصعد وكانت تلك الفتاة تنظر إلي، ولكنني لم أعطي الأمر أهمية. وعندما خرجنا من المصعد سمعت صوت خلفي يقول: بيبكار مسنز. التفت وإذا بتلك الفتاة التي كلمتكم عنها.